السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حاتكلم عن أفضل خلطات للبشرة. طبعا شايفين هنا في عجة، فكل الأشياء هذه متوفرة في المطبخ. أول حاجة حاتكلم عنها، حاتكلم عن التفسير عن كل واحد، وحاتكلم أول شيء عن اللي هي الخميرة، بس أنا حطيتها هنا في العلبة بوريكم. هذه هي شكل الخميرة. الخميرة، فوائد الخميرة: الخميرة بتساعد على نفخ الخدود والمناطق اللي تبغيها تتنفخ، خدود، شفايف، كله بيعمل على الذرات اللي فيه، بتعمل على نفخ الجلد. بيكربونات الصوديوم معروفة، تبييض، تعقيم، كل ده فيها. العسل غني عن التعريف، يعني العسل ده مذكور في القرآن. النشا للتبييض، يعني النشا ده لو عملتوا سيرش عليه هتلاقوا عليه فوائد حبيبك. يعني الكركم برضو للتبييض. موية ورد أنا حطاها هنا في العلبة هذه عشان يكون علي سهل إنه أنا أعمل الخلطة، أوكي. وملعقة شاي وعلبة فاضية، أوكي. دحين حنسوي الخلطة عن تنفيخ الوش وتنفيخ الخدود. حتاخدي ملعقة من الخميرة وتخلطي معاها وتضيفي معاها ملعقة عسل وتخلطيها كويس وتحطيها في وشك لمدة 10 دقائق، وكل يوم تعمل الخلطة هذه. سوري هنا بقع. وتعمل الخلطة هذه كل يوم، حتلاحظي وشك فيه له نضارة وانه وشك اتملى. وبيكربونات الصوديوم حتخلطي، مش حتخلطي، حتجيبي، انا ماني جابة هنا معايا ليمونة، حتجيبي الليمونة كبيرة وتقسميها نصين وتعملي زي السنفرة، حتفتحي كده وتدخلي الليمونة وتعملي سنفرة في المناطق المسمرة زي الأكواع، الركب، فبيساعد على تبييض المنطقة. وممكن عندك الفخذ، منطقة الفخذ، فكله بيساعد على التبييض. وكمان العسل، ممكن تعمل خلطة من العسل، مقشر شوفان وملعقة شوفان تحطيها هنا، تاخدي ملعقة شوفان وتحطيها، وتاخدي ملعقة عسل وتحطيها وتخلطيها وتعملي كام مقشر للشفايف، بيديكي نضارة ونعومة وبيشيل البذور والشوائب اللي في بشرتك. النشا، النشا تبييض وبيشيل كمان المسامات اللي على البشرة. كيف؟ حتاخدي تجيبي ملعقة من النشا وتحطيها هنا وملعقة من موية الورد وتخلطيهم. للبنات اللي مساماتهم كبيرة واسعة فبيساعد على تصغير المسامات. الكركم، الكركم تبييض فظيع وهائل، يعني تبييض درجة أولى. يعني أنا الصراحة أما أستخدم الخلطة دي على طول بلاقي وشي بيض، جسمي ما أحط أعمله على جسمي بحس أنه من جد لقيت فرق من أول استعمال. فبتاخدي، هو قناع للبشرة، تاخدي ملعقة كركم وملعقة عسل وتخلطيهم وتحطيهم لمدة 10 دقائق. كل الخلطات اللي وريتكم هي هذه، 10 دقائق تحطيها في بشرتك وتغسلي، وكلها موجودة في المطبخ، ما يحتاج انه انت تشتريها لان كلها متوفرة. وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا تسوي سبسكرايب ولايك، وشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.